عاجل. لأنه حاول داعش من أكثر مرة يحاول يقتحم يأخذ البناء كتلة الأبنية البيضاء، فالحمد لله باء بالفشل وتقدمت الشباب أخذوا من بعض أبنية منه، ورجعت المجاهدين بمساندة بعض الفصائل عنا وتقدموا، والحمد لله أخذوا الكتل اللي كانت لحنا خسرناها، وتم كتل أبنية راحت بالدمار بسبب السيارة المفخخة اللي هن حطوها وضربوها، يقولون ما يقارب أكثر من 10 قتلى وجرحى يقارب 13 أو 14، والجرحى تبعهم أخي كله طلع لمشفى المهايني. كان مجهز تنظيم داعش سيارة مفخخة كبيرة ومصفحتين وتركس مصفح، حاول يفوت علينا من تركس، ومشي خمس محاور حاول يفوت علينا، فات تركس دمر وفاتت السيارة المفخخة والمصفحة، كانوا منقين هن نخبة المقاتلين عندهم، الحمد لله فضل الله ثم المجاهدين ما حسنوا يتقدموا ويأخذوا هدفهم الرئيسي. I was made a lot of horse.